بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نشرح متن مختصر يسمى متن الأصول الثلاثة. Bia un pangajian nato in pagtaho ng usul thalatha amuna in to usulan. نعم، قبل أن نبدأ بشرح هذا المتن نسأل أسئلة خمسة. Bago pa kita niyo magtagna, asuwon nato in lima pagtaho ng masala, lima masala. نعم، السؤال الأول، لماذا ندرس التوحيد؟ In panagnaan pangasubo may takita niyo nangaji sin tauhid. لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا لهذا، خلقنا لنوحد الله سبحانه وتعالى. Pada sababan pia panjari kita niyo sin Allah سبحانه وتعالى mukarna niya ay mukarna sin pagpangan sin tauhid. والله سبحانه وتعالى لا يقبل أي عبادة إلا بالتوحيد. In Allah سبحانه وتعالى di niya tabukun in uno-uno na ibadat sehingga aun panauhid muka niya. ولا ندخل الجنة إلا موحد. إبن دي مقصود إن بلوم صورة بوت مالين كان سوي أو نسيا بنوهيد. الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى التوحيد. إبن ما كان بيهان إبن ما كرسولان لنا وقت وقت سيلا با بتوحيد. وحتى لا نقع في الشرك. سنبيل دي كتانيو مقصود بلوم بجينان سين شريك. تكثير الحسنات. إبن بق بتعود سين كرايوان. تكفير السيئات. إبن سين بق بمس بمس بسي سين ما كانيان هنان دوسا. ثم قد يسألك سائل يقول لك هل أنت موحد؟ بوس مانا سوين همبوخ مانا سوين إيكاو إيكاو با من أنا نوحد؟ تقول نعم أنا موحد. نعم بوس جوابني أوه أخو أنا نوحد أخو. يقول ما هو التوحيد؟ نعم بانا سوبو أسوبو أنت سيا أوني بكتاغون توحيد. إذا كنت لا تعرفه هذا معنى أنك كاذب في قولك أنا موحد. نعم بانا سوبا مديني أتوكا جوابا نا إن سيا بوتين بوتين أن سياها كبتانغنيا. ثم قد يسألك يقول هل أنت مشرك؟ بوس ما عصبه كده، إيكاونه كاو مشرك كاو. تقول أعوذ بالله، أنا لست مشرك. نعم بوس يانون يعني بكون أكو مشرك. يقول لك ما هذا الشرك الذي حرم الله عليك؟ نعم بعصبه أنت كان يعني أوني بقتاعون شرك، أما إن يارم كيمو هنا ونسين الله سبحانه وتعالى. إذا كنت لا تعرف الشرك نقول لعلك واقع في الشرك الأكبر وأنت لا تدري. نعم بعصبه ما دين يعني كينا تاني بقتاعون شرك. نا دي تخيّنا تان بقيت أنا خيّنا نشين شرك شرك ندخلا. إذا أوجب الواجبات. وأول الواجبات وأول علم يبدأ به المسلم هو التوحيد. نبنتا كتا أونين سلاجو لجو أمون بناجنا أن لونيا واجب أمو إنك واجب كاتو إبن سين سبي إنعتون أمو نين بناوهيل. وأعظم المحرمات والشرك نسأل الله عافية والسلام والله أعلم. إبن سين سلاجو لجو لونيا أون ويا أون شرك أم سلاجو لجو دوسا أمو نين إن بقتاهن شرك والله أعلم.